بهدف الإسهام في إبراز مواهب الطفولة وإعداد جيل متسلح بالتنوير والكفاءة المعرفية، وتقديم الدعم والتأهيل لأطفال مخيمات اللجوء، تأسس المحور الإنساني العالمي لدراسات الطفولة وأبحاثها كهيئة استشارية دولية غير ربحية بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية. نحن يعني قلنا في في البدايه او فكرتنا الاساسيه اننا قررنا ان نفتح ابواب الحياه على الحياه، هذه الجمله التي يعني دائما تتردد على السنتنا جميعا ان نفتح ابواب الحياه على الحياه. قررنا ايضا ان نكون ميدانيين، ننزل الى الميدان، سئمنا من الاجواء الاحتفاليه وغير الاحتفاليه وبالتالي لابد الان ان تكون ميداني. وضعنا مجموعه من الانشطه، مجموعه من المبادرات، اطلقنا المحور من من شمال افريقيا. تستند منهجيه عمل هذه الهيئه الاستشاريه المكونه من مصر والسودان والخليج العربي وبلاد الشام وشمال افريقيا وامريكا وتركيا وباكستان على وضع عدد من المبادرات وتنظيم مؤتمرات دوليه واقرار جوائز سنويه يتم منحها للاطفال في المجالات العلميه والادبيه والحرفيه. المحور نفسه يعني قرر أنه أن يضع ما استطاع من النتائج موضع التطبيق على أرض الواقع وأن يقوم هو نفسه يتولى لأنه دائما نحن نلقي اللوم على الآخرين نقول عقدنا مؤتمر والله ولم تطبقوا نتائجه لا نحن قررنا أيضا أن نكون مغيرين في هذا الاتجاه أنه عندما نعقد مؤتمر عندما نكون أمام نتائج وتوصيات من علماء نضع ما استطعنا إلى تلك النتائج والتوصيات سبيل موضع التطبيق ثم ما يفوق قدراتنا هناك دول هناك امم متحده عملنا بالدرجه الاولى ميداني لا نريد ان ننظر صحيح ان هناك ابحاث وهناك مؤتمرات وهناك تتعلق بالطفوله ونستفيد منها هذه الاطر النظريه العلميه الموثقه نستفيد منها في المجال العملي يعني نحن لا نعمل في الميدان بدون قرار من الجانب التنظيري والجانب العلمي ويعد تأسيس المحور الإنساني العالمي لدراسات الطفولة حدثا إنسانيا كبيرا أساسه تنمية الوعي الأدبي والجمالي لدى الطفل وتعزيز جسور التواصل من خلال إنعاش الذاكرة الثقافية والإرث الحضاري في مجال ثقافة الطفل رانيا التميمي قناة الثقافية السعودية عمان